اتينا سيرا على الاقدام لزياره سيدنا ومولانا موسى الكاظم عليه السلام، واليوم ننعم بخدمه الزوار ونشوف اليوم خدمه الزوار والامن والامان. اللهم يا رب ديمها امان على العراق وارحم شهداء زلزال تركيا وسوريا وشفاء لجرحاهم. القوات الأمنية واكبت العمل الخدمي للمواكب الحسينية، كانت هناك عدم قطوعات لكن أيضا ما عرقلتنا بطريقة قوية، استنفار أمني جيد، مواكبة مع المواكب الحسينية، جميع المواكب الحسينية تقدم كل ما هو جيد للزائرين.